يا سلام بنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا صراحه بغيت نصيب واحد الكيك بواحد النكهه زوينه بزاف وغزاله، وحتى يعني حتى غنبدا نصايب وانا نقول من الافضل نشاركوا مع البنات. واخا كنصايب الكيك بزاف، راح انت كتعرفوا مع الخدمه يعني كتبغي تجي ديري كوتي، كتبغي تلقاي الكيك في الصباح، كتبغي تفطري بهكذا مره مره راه كنصيب شي حاجه هكذا صابليل بالضبوط وهذا. ولكن فاش كنبغي نصيب الكيك كنبغي نشاركو معاكم، حيت بزاف البنات كيلقاو صعوبه في تحضير الكيك. اليوم المهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك بواحد بجوج بيضات بواحد النكهه اللي غزاله بزاف، كتجي كتحمق الكيك، كيجي ديال داك ديال المحلابات ولا ديال الباتيسري الكبار، كيجي رائع بواحد النكهه. المهم كنتمنى ان شاء الله غادي يعجبكم، بقوا معايا ان شاء الله، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه ونبداو على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا هنايا اول حاجه عندي جوج بيضات. بالنسبه للمول كنت يلاه غسلته، كنت صيبت فيه شي حاجه، انا غادي نوريكم المول اللي غادي نخدم فيه. المهم عندي جوج بيضات البنات، راه حجم كبير، المهم حجم راه كبير، هانتوما نحطها في الايد ديالي باش تشوفوها قداش. صافي عندي هنايا جوج بيضات، عندي هنايا كاس الا ربع ديال الحليب، كاس الا ربع ديال الزيت، زيت نباتيه، وعندنا كاس ما عامرش ديال السكر سنيده. اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف تقدروا ديروا غير نص كاس، راه حتى هي كتجي لذيذه. عندنا واحد سكر فانيليا، عندنا جوج خمارات سكر فانيليا 7.5 غرام، جوج خمارات المجموع ديالهم 16 غرام. بالنسبه للبنات اللي كاينين في الخارج خدموا بخماره وحده، البنات اللي في المغرب 8 غرام في الوحده، راكم عارفين. صافي ورشه ملح باش نقادوا الذوق. صافي وهنايا عندي النكهه، هاد النكهه هادي ديال البندق، ديال كيف ما كتلاحظوا البندق كتجي رائعه. المهم نتوما داك من المحل اللي كيبيع لكم لوازم الحلويات راه موجوده ومتوفره في جميع المحلات، قول لي غير عطينا النكهه ديال النوازيت. دابا راه حليتها عرفتي عطات ديك الريحه، وما نقول لكمش في الكيك كيفاش كتعطي المذاق والريحه ديالها فاش كتكون كطيب بعد الدار، كتولي عامره بريحه البندق، بحال ريحه النوتيلا، بحال ريحه الشكلاط، بحال ريحه المهم كتجي رائعه. النوازيت يعني هذه الاروم ديال النوازيت كتجي واعره واعره بزاف بزاف البنات. للاشاره انا يلاه اكتشفتها، كنت عرفتها عند واحد البنت جزائريه، انا كنتبع بزاف الطبخ الجزائري، كيعجبوني الجزائري فاش كيبداو يطيبوا تبارك الله عليهم، وكنشوف حتى الماتيريال وحتى المقادير وداكشي اللي كيطيبوا تقريبا في حالنا. المهم كيعجبوني شي اخوات كنتبعهم، والبنت اللي شفتها هاد الاخت هادي ما عرفتش الابن ديالها خدام في الباتيسري في الجزائر، وقالت لهم السر باش كيخدم الابن ديالي في الباتيسري هو هاد النكهه ديال النوازيت، وبينات الشكل ديالها ونفس هاد اللعيبه هي اللي بينات، وهي هذيك مشيت سولت على انايا وخديتها. صافي هنايا وعندي الدقيق البنات، جوج كيسان ديال الدقيق. صافي انا غادي نخدمو بيه طبعا، غادي نغربلوهم ان شاء الله. صافي هنا عندي هذا البول ديال، ما غنخدمش بالتراب الكهربائي، غنخدم غير ب هيا هنا درت واحد رشيشه ديال الملح. صافي هنايا طبعا كيف العاده نسيو البيض لا تكون خاسره ولا شي حاجه، انا كنخاف من البيض انني نخدم به، سمحوا لي على هذه الخطه والله حتى كنسى راسي، ماشي كنسى راسي، حتى انني كنت باغا نصيب الكيك عيب وحدي قبل ما نصورو بقات لي في بالي. صافي هنايا كنديروا هذوك جوج بيضات كيف ما كتلاحظوا، وغنديروا داك كاس الى ربع ديال السكر سنيده. صافي الطراب اليدوي يكون صحيح. صافي وخدمي على راسك، خدمي مزيان البنات. السر ديال نجاح الكيك ماشي من اسرار نجاح الكيك هو التراب مزيان. البنات اللي اول مره غادي نصايبوا الكيك ولا باغيين يتعلموا الكيك، طربي الكيك مزيان. المهم انا غادي نطرب بهذه الطريقه هذه، غنبقى نطرب حتى نرجع معكم البنات. البنات هنايا في المرحله ديال فاش تبغوا تطربوا السكر والبيض، من الافضل زيدوا حتى سكر فانيليا هكذا. هاد الساشي اللي قلت لكم باش يحيد شويه ديال الزفوريه ديال البيض، انا راه حتى كنطرب. شوفوا تبارك الله يعني الخليط بدا
بدا كيبهت اللون ديالو صافي كنستمر هكذا. غنبدا نضيف الزيت، عندي كاس الا ربع، نات شويه بشويه الزيت. ملي نضيفو الزيت مبقاوش نبالغو في الخلق، غير شي شويه. نضيفو دابا الحليب، عندي كاس الا ربع كيف ما قلت ليكم. صافي، في هذه المرحله نضيفو هاد النكهه ديال النوازيت او البندق، كنصحكم بها البنات. انا جربت بها دابا جوج ديال لي كيك، راه كتجي واحد انك بعدا الضياف غادي يحسب ليهم، وخصوصا الا صرعتو هكذا الكيك، طربتوها مزيان وجات تبارك الله طالعه وغزاله، راه كتجي بحال اللي شارينها من شي مخبزه. المهم انا نتوما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الشكل النهائي. صافي البنات، النكهه هاي، شوفوا شحال كنديروا. ها المعلقه كنديروا تقريبا الربع ديالها، لاحظوا معايا. صافي، وهاد النكهه هادي غادي نصايب لكم بها ان شاء الله حتى الشوكولاته للدهن ان شاء الله، غنصايبها يا اما مور هذا الفيديو هذا غادي نصورها معاكم. انا كنوعدكم بواحد الشوكولاته ديال الدهن صراحه، البديل ديال النوتيلا كتجي خطيره رائعه جدا. انا البنات راه حتى كنجرب الحاجه عاده كنبغي نشاركها معاكم. صافي، لاحظوا معايا هنايا التراب، هنايا الخليط كيبدا يميل شي شويه اللون ديال اللون بني، ما كيبقاش ابيض. صافي، انا هنا مقطعش التصوير باش تشوفوني الدرجه اللي كنطرب بها. شوفوا الخليط كيفاش ولا، يعني شوفوا هذيك الرغوه، يعني راه مطرب مزيان. صافي، نجيب واحد الغربال ونضيف نضيف الخمارة تاعهم، ما تنساوهمش البنات حتى تضيفوهم مع كيف ما قلت لكم 16 غرام المجموع ديالهم. غادي نضيفهم هنايا للدقيق. بالنسبه للدقيق البنات، انا هنايا عابره جوج كيسان الصراحه، كل مره كيشيط ليا باش كندهن باش كنغبر المول، كيشيط ليا شي شويه على حسب انتي خدامه انتي خدامه وكتشوفي القياس ديالك. بسم الله. صافي، دابا نضيف الدقيق مع التطراب، وضروري الخماره البنات تغربل. شوفوا الحبيبات، عمركم ما ديروا الخماره نيشان في الكيك، تضيع لكم الكيك. يجيو هاد الحبيبات هكذاك الفوق، كيخسروا الكيك وما كيطلعوش الكيك مزيانه، حيت الخميره ما كتكونش عطات المفعول ديالها، ضروري تغربي. صافي، نبقى نضيف الدقيق ونرجع معاكم. صافي، هنا نبقاو نضيفو الدقيق شويه بشويه. باقا واحد شويه، غنضيف واحد شويه حيت مازال غادي نضيف الخل. البنات المبتدئات ديروا شويه الخل، فاش تكونوا كتصيبوا الكيك ضيفوا شويه الخل في الاخير. غادي نضيفوا دابا نيت، ها هو، غنضيف تقريبا جهد واحد المعلقه صغيره. صافي، باش تجيكم منفوخه ومفشفشه. صافي، وقيلا هذا هو الشكل ديالها. باقي لي هنا شويه ديال الدقيق، ها نتوما شوفوا شحال باقي ليا، غير شي شويه نضيف واحد الشوي. صافي، وشويه غنغبر به ان شاء الله المول. صافي،
بالضبط هذا هو الشكل اللي عبروا جوج كيسان وخدموا حتى تولي لكم هكذا يا العجين الخليط. شوفوا هذا بنات هو المول ديال اللي قلت لكم باش نصيبو. صافي شوفوا معايا المول ها هو حجم متوسط ماشي صغير بزاف. وصدق ليا صيبت فيه دابا ثالث مره بصراحه هاد النوعيه ديال المولات خصوصا دوك اللي كيتحلوا من الجناب ديما ما كيصدقوش ليا. وهذا واخا من نفس وقيلا من نفس الماتيير ولكن صدق. المهم صيبت بيه دابايا صيبت بيه مره كاشير شاركته معكم كاشير منزلي وصيبت فيه دابا جوج مرات الكيك يعني دابا استعملته ثلاثه المرات باقي مزيان من داكشي طلع لي الكيك غزاله داكشي علاش وعجبني الشكل ديال الكيك فاش كطلع فيه عجباتني ما غاليش خديته ب 13 درهم صراحه زوين ما صغيرش حجم متوسط هذا. صافي غادي نغبر دابا يا بالدقيق شويه بنات التغبار ديال الكيك يكون مزيان ما شعلتش الفران بالنسبه لهاد المولات هادو اللي كيكونوا رهاف شي شويه ما كنشعلش عليهم الفران نهائيا ما كنسخنش الفران صراحه الكيك مؤخرا ما بقيتش كنسخن الفران كتجيني كتطلع ليا احسن. شوفوا ملي تحطوا الكيك هكذا على جنب تتوجدوا المول ويدير هاد الفقاعات يتاكدوا ان الكيك ان شاء الله غيجيكم ناجح وغتجي زوينه ان شاء الله. شوفوا الخليط صافي نبداو على بركة الله نضيفو الخليط في المول بسم الله صافي عرفتي لها ريحة في الكيك البنات كنوجه سلسوية الأخوات ديالي الجزائريات ولا المغربيات شريبو البنات هاد النكهة ديال البندق راه غتحدث لكم فرق في الكيك العادي انا كنتكلم على الكيك العادي خليو الكيك اللي كيكون منكه بالبرتقال حتى هو كيجي غزال ولا بالحامض انا كندوي على كيك عادي طالع لك الدم وكاين عير الحليب ولا دانون هو باش غديري الكيك غتنفعك هاد النكهه هادي هاد نكهه البندق. صافي هانتوما ها الكيك ديالنا صافي دابا نمشيو للفرن راه البنات ها هو شعلتو هنا يدري درجة الحرارة ما بين 150 و 200 يعني تكون ديك 180 درجة هكاك صافي هنايا عندي مشعلها غير لتحت فقط طاير هذي ما مشعلينش الفرفارة نشعلو غير الإضاءة باش نوريكم اش من طبقة صافي هنايا الطبقة الأولى من لتحت البنات ويكون الشبكة الميول ديالها للأسفل صافي راني حطيت الكيك صافي لاحظوا معايا صافي ونخليوه يطيب صافي نطفيو الإضاءة البنات من بعد ما دازت 40 دقيقة صبروا نشعل الضوء ما عرفتش واش كيبان ليكم من بعد ما دازت 40 دقيقة البنات شوفوا ها هي بدات كتحمر من الجناب شوفوا معايا تبارك الله واحد الريحة غزالة 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 صافي دابا كنقيسها هكذا صافي غنشعل عليها من الفوق ونطفي لتحت بهذا الشكل هذا صافي طفيت دابا يا الفوق لتحت وشعلت الفوق صافي غادي نخليها هكذا شوفوا البنات ما عرفتوش كيبان لكم مع الاضاءه راه بدات كتحمر من الجناب
شوف واحد اللون، لون بحال العسل. ها هما تجنيبات، كنتمنى يكون باين ليكم البنات. صافو غادي نخليها دابا تحمر من الفوق، غنشعل عليها من الفوق وخليوها في نفس المكان ديالها صافي حتى تحمر، ونعاودو نرجعو ان شاء الله. صافي البنات بقات مشعله الفوق حتى حصلت على هاد اللون هذا، كيبان ليكم صافي هكذا تكون مذهبه. ما عرفتش واش كتبان في الفيديو ولا لا. صافي دابا نطفي الفران ونخرجها نحطها فوق البوطاجي تتعدى الحراره ديالها ان شاء الله، ونعاودو نتلاقاو. هاي البنات من بعد ما حيدتها من المول، صافي كتسوسوها هكذا هي من المول، كتسوسوها هكذا بهذه الطريقه صافي، وقلبتها هكذا في الطبسيل. شوفوا تبارك الله الحجم ديالها قداش، ما عرفتش واش كيبان ليكم، كتجي رائعه وهائله البنات. الا بغيتوا تزين على حسب الاختيار، انا غادي نزينها بواحد شويه ديال الناباج كما كتلاحظوا، حدها دافيه شويه. انا ما خليوها تبرد تماما، عاد حيدوها من المول، انا حيدتها شويه دافيه باش يلصق لي عليها الناباج. وبالنسبه للتزيين اختياري، ممكن ما ديروا فيها حتى شي حاجه. انا دابا هذه حيت صيبتها مع الويكاند غادي تستهلك ان شاء الله. صافي نضيف له واحد شي ديال الكاوكاو مهرمش، كيعجبني المذاق ديال الكاوكاو مهرمش مع البندق، كيجي رائع. صافي الكيك ديالنا وجد، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي، ما تنساوش تشتركوا في القناه. صافي البنات ها هو الكيك ديالنا، كيجي هائل. الى عجبكم الفيديو طبعا ما تنساونيش من لي لايك ومن لي كومونتير. ما سخيتش بكم البنات، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي، نتمنى تجربوها وتنجح معاكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا في امان الله.